مشاركة أممية وأمريكية، لقاء تشاوري في الرباط بين لجنتي النواب والدولة حول قانون الانتخابات. مجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا وإجماع دولي في الجلسة على انتخابات ديسمبر. خلال لقاءاته في برلين، المنفي يتعهد بمتابعة العمل للوصول إلى الانتخابات. مع تواصل عمليات الإنقاذ قبالة السواحل الليبية، مجلس الأمن يمدد مهمة اعتراض سفن تهريب المهاجرين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة الثامنة من قناة ليبيا، تقدمها لكم ابتهال معايطة وليلى سيد. وفي عناوين الاقتصاد، أدبيبة يعلن إنشاء صندوق لدعم وتنمية المناطق ذات الإنتاج النفطي. ودعما للاقتصاد المحلي، الحويج يوجه بإطلاق منظومة المشروعات الصغرى والمتوسطة. حياكم الله. شدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال اجتماعه مع الاتحاد النسائي العام في ليبيا على أهمية الاتحاد في تفعيل دور المرأة في المجتمع، لا سيما مشاركتها في العملية السياسية. نعم، وذلك بدورها أكدت رئيسة وأعضاء الاتحاد النسائي دعمهن لمجلس النواب ومؤازرة الاتحاد للجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها نهاية العام الجاري وفقا لمجلس النواب. انطلقت أمس في العاصمة المغربية الرباط أعمال اللقاء التشاوري الليبي بين لجنتين من مجلسي النواب والدولة الاستشاري بخصوص قانون الانتخاب. اللقاء الذي حضره السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بالإضافة إلى البعثة الأممية إلى ليبيا يستمر ليومين ويعقد لدراسة نقاط الخلاف حول القاعدة الدستورية المتعلقة بالانتخابات. هذا وحثت البعثة الأممية في ليبيا وفدي مجلسي النواب والدولة الاستشارية في العاصمة المغربية الرباط على اغتنام الفرصة والاطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي لاستكمال الإطار التشريعي للانتخابات. نعم ابتهال، وأفادت البعثة في بيان لها بأنها تلقت دعوة للمشاركة في هذا الاجتماع الذي قالت إنه سيتيح فرصة لمزيد من التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر. بدوره أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند ضرورة الإسراع في إيجاد قاعدة قانونية ودستورية للانتخابات الليبية من خلال البحث عن قواعد تنظيمية تتوافق عليها كل الأطراف. وقال نورلاند في كلمة له خلال افتتاح لقاء لجنتي مجلس النواب والدولة في الرباط، قال إن الحملات الانتخابية للمرشحين يجب أن تبدأ خلال أسبوع أو أسبوعين، ما يحتم الانتهاء من القاعدة الدستورية، لافتا إلى أن هدف بلاده هو تقديم الدعم لهذه العملية للوصول إلى الانتخابات. صوت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير القادم. وحسب القرار، فإن من مهام البعثة دعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، وفي مقدمتها تنظيم الانتخابات وتنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المناسب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. هذا وأجمعت الدول خلال مداخلاتها في جلسة مجلس الأمن على ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها المحدد بالرابع والعشرين من ديسمبر. نعم ليلى، كما أكدت ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد بشكل منتظم وتدريجي. التفاصيل في هذا التقرير.
هل يسعى العالم لإنقاذ الانتخابات الليبية من محاولات الفشل أو العرقلة التي تحدث بين الجهات السياسية الفاعلة، وبالتالي إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك كما يقال، وموعد الانتخابات أصبح أقرب من أي وقت مضى. الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا أجمعت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي على ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها المحدد دون تأخير أو تأجيل لضمان سير البلاد على مسار الانتقال السياسي بشكل صحيح وبجهود الجميع. الدول الخمس شددت أيضا على ضرورة أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، وأن لا تتعرض لأي محاولات تزوير، لأن الشعب هو صاحب الحق الوحيد في اختيار من يمثله بحسب بيانات سابقة صدرت عنها. هذا وأكدت الدول أيضا على وجوب إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد بأسرع وقت ممكن وبشكل متوازن ومنتظم لتجنب أي مخاطر وتحديات للأمن، سواء على الصعيد الداخلي أو على أمن الدول المجاورة. الامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها نال النصيب الأكبر من تحذيرات تلك الدول، فضمان سير العملية الانتخابية وفق المطلوب هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه تلك الدول بحسب كلماتها. ولعل الأمل المنتظر من إجراء الانتخابات في موعدها سيراه الشعب حقيقة لأول مرة، وسينعكس إيجابا على حياته اليوم وعلى مستقبله ومستقبل أبنائه غدا، وهذا ما نرجوه جميعا. إذ يؤكد المتابعون للشأن السياسي أن بقعة الضوء ستبدأ بالتوسع شيئا فشيئا مع أول اقتراع حر ونزيه سيقوم به أفراد الشعب. نقل موقع ديفنس ون الإخباري الأمريكي المعني بأخبار الدفاع بيانا صادرا عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إيميلي هورن يفيد بأن الدبلوماسية الأمريكية تتطلع للتعاون مع الجانب الليبي بهدف الوصول إلى انتخابات ديسمبر. نعم هذا، وأضافت هون أن تسجيل أكثر من 2,800,000 ناخب في سجل الناخبين بنسبة 40% للنساء يمثل أمرا مهما، لا سيما أن هنالك أكثر من 500,000 ناخب جديد تم تسجيله، ما يعني أن الجميع راغب بالتغيير. خلال زيارته إلى برلين، استقبل اليوم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي استقبل من قبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قصر بالفيو الرئاسي في برلين، حيث بحث الطرفان مستجدات الملف الليبي وفي مقدمة انتخابات 24 من ديسمبر. وفي إطار سعي المجلس الرئاسي لدعم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، أكد رئيس المجلس محمد المنفي التزام الرئاسة بمواصلة جهوده لضمان إجراء الانتخابات، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. جهود المجلس الرئاسي في برلين للدفع باتجاه الانتخابات نتابعها في هذا التقرير. مشاورات عديدة في الآونة الأخيرة للتأكيد على إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة في أسرع وقت، آخرها كان لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا. الاجتماع ناقش عدة محاور تخص الملف الليبي وعلى رأسها الانتخابات والعمل على إجرائها في موعدها المحدد، بالإضافة إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة وملف المصالحة الوطنية كأحد أهم الطرق لإعادة الاستقرار في البلاد. المنفي أكد خلال الاجتماع استمرار العمل من أجل إتمام المرحلة الانتقالية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في موعدها المحدد، مشيرا في الوقت ذاته إلى متابعة كل المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري للانتخابات. هذا وجدد المنفي تعهده بمتابعة عمله الداعم لمسار الانتخابات وفقا لما تم الاتفاق عليه في مخرجات مؤتمر جنيف وبرلين الثاني.
من جهتها شددت ميركل أن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده الليبيون وحدهم، مشيرة إلى أن تغيير الحكومة الألمانية لن يؤثر على دعم برلين لليبيا في مسيرتها نحو الاستقرار وستظل أولوية بالنسبة لبلادها. كما نبهت المستشارة الألمانية إلى ضرورة وفاء الحكومة والمجلس الرئاسي بعهودهم بشأن السير في طريق تعافي الاقتصاد الليبي اللازم لاستقرار معيشة المواطن، مؤكدة استعداد بلادها للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا. وفي إطار أهمية الدور العربي في تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، التقى المنيفي في برلين عددا من السفراء العرب المعتمدين لدى ألمانيا، حيث ناقش معهم دعم جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية للوصول بالبلاد بأمان إلى موعد الانتخابات، مؤكدا أهمية الدور العربي في تحقيق السلام في البلاد. خطوات حثيثة من المجلس الرئاسي على الصعيد الدولي المؤثر للدفع بليبيا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في 24 ديسمبر، مدفوعة بضغط شعبي لا ينقطع في الوصول إلى هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره والذي كلما اقترب زادت المطالبة بتحقيقه دون تأخير. بحث رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايد مع المستشار الخاص للرئيس الفرنسي ومبعوثه إلى ليبيا بول سولر دعم مجلس الأمن للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعقدها في موعدها المحدد بلا تأخير. نعم، هذا وأكد الطرفان ضرورة التمسك بخريطة الطريق وكذلك مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وكان النايد قد وصل أمس إلى فرنسا والتقى مدير دائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارن. أعلنت التكتلات والأحزاب السياسية في مدينة سرت عن تأسيس الحزب السياسي معا لأجل الوطن تحت شعار الوطن للجميع وبالجميع يرتقي. ودعا مؤسسو الحزب إلى تحقيق المصالحة الوطنية والتصالح السياسي والدفع بعجلة الاستمرار لبناء مستقبل الوطن وبالمشاركة مع الشعب من جميع المدن. واستعدادا لانتخابات 24 ديسمبر، أقام مكتب الإدارة الانتخابية العزازية دورة توعوية في مجال مراقبة الانتخابات لعدد من المدربين من مؤسسات المجتمع المدني الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمكتب. نعم، تم خلال هذه الدورة تقديم شرح واف عن مراقبة الانتخابات ومهام المراقبين، إضافة إلى كيفية مراقبة عملية فرز الصناديق يوم الاقتراع. نحن اليوم في برنامج توعي يخص مؤسسات المجتمع المدني ودورها في مراقبة الانتخابات باعتبارها شريك مهم في مراقبة نجاح العملية الانتخابية. طبعا حاضرين معنا اليوم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة لتم تسجيلهم في اللجنة الانتخابية العزية، نقوم بتوعيتهم لمتابعة سير الانتخابات والتي نتمنى أن تكون ناجحة وتبني البلد. كما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنظيم جلسة حوارية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني. المفوضية دعت في إعلانها الذي نشرته عبر موقعها الرسمي كافة منظمات المجتمع المدني المعنية بالمراقبة الانتخابية من جميع مناطق ليبيا لحضور هذه الجلسة لمناقشة الخطط المستقبلية للعمل خلال المرحلة القادمة، منبهة إلى أن موعد انعقاد الجلسة سيكون الخميس القادم بالمركز الإعلامي بالمفوضية. صوت مجلس الأمن الدولي على قرار تمديد مهمة اعتراض الحكومة الأوروبية سفن ومراكب تهريب المهاجرين غير القانونيين قبالة السواحل ليبيا ابتداء من مطلع أكتوبر الجاري. نعم، ويتعلق القرار بمصادرة السفن إذا تأكد استخدامها في تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر في ليبيا، سواء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية. وإلى ذلك تمكن حرس السواحل من إنقاذ 91 مهاجرا غير قانوني قبالة الساحل الغربي، أكثرهم من الجنسية الإثيوبية والأريترية، حيث تم إنزالهم في قاعدة طرابلس البحرية تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وترحيلهم إلى بلدانهم. المزيد في هذا التقرير. حركة الهجرة غير القانونية من الجنوب إلى الشمال مرورا بليبيا التي تمتلك أطول السواحل المواجهة للدول الأوروبية
لم تتوقف رغم محاولات ليبيا لمنعها والمحاولات الأوروبية للحد منها. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت عن إنقاذ حرس السواحل الليبي ل91 مهاجرا غير قانوني قبالة الساحل الغربي لليبيا، أغلبهم من أثيوبيا وإريتريا، بينهم امرأة وأربعة أطفال، بعد قضائهم يومين في البحر على متن قارب مطاطي بالكاد يصارع للحفاظ عليهم على متنه مع القليل من الإمدادات الغذائية والطبية. وبعد عملية إنقاذهم تم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة عقب تقديم المساعدات الطبية والإنسانية لهم في قاعدة طرابلس البحرية تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم. المنظمة الدولية للهجرة أعلنت أنه تم في هذا العام إنقاذ أكثر من 25,000 مهاجر غير قانوني، بينهم نساء وأطفال، بينما توفي مئات آخرون وفقدوا قبالة الساحل الليبي وسط البحر الأبيض المتوسط، داعية إلى زيادة المسارات الآمنة والقانونية من ليبيا للأشخاص الذين يحتاجون للحماية. عوامل منع الاستقرار الاقتصادي والأمني في دول تسيطر عليها النزاعات والحروب دفعت هؤلاء المهاجرين إلى خوض غمار البحر والمخاطرة بحياتهم في سبيل الحصول على ظروف معيشية أفضل، وهو ما يلقي بعبء على السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإنسانية من أجل التقليل من أعداد الغرقى والخروج بأقل الخسائر. في شأن آخر، افتتح وزير الداخلية خالد مازن أعمال الاجتماع الأول للجنة المركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية، مشددا على اطلاع اللجنة بمهامها بالشكل الذي يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة. من جانبه أكد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب حرصه على إعلاء المصلحة الوطنية، مبينا أن مهام اللجنة تنحصر في دراسة طلبات الحصول على الجنسية والتأكد من استيفائها للشروط التي أقرتها التشريعات النافذة المنظمة لهذا الشأن. سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 13 وفاة و1007 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية. بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في البلاد إلى 341,091 حالة، بالإضافة إلى 4664 وفاة. هذا وبحثت إدارة الطوارئ بوزارة الصحة مع رؤساء الأقسام ورؤساء وأعضاء اللجان الفنية التابعة لها، بحثت خطة عمل الإدارة بما يتوافق مع تحديثات الحالة الوبائية في البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض التقارير حول المهام التي أوكلت لها، وذلك بموجب القرارات الصادرة عن وزير الصحة التي تهدف إلى تعزيز الإجراءات الطارئة واللازمة التي اتخذتها الوزارة لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا. أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بوصول شحنة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا. المركز وعبر صفحته الرسمية بيّن أن الشحنة التي وصلت اليوم إلى مطار معيتيغا الدولي بلغ عددها 240 ألف جرعة من اللقاح، وذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. في إطار تعزيز الصحة النفسية، نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع منظمة بلا حدود جلسة تدريبية بعنوان الاستجابة للصحة العقلية والدعم النفسي في ليبيا. نعم، الجلسة جاءت بمشاركة جمع من منتسبي المنظمات الأهلية وفرع الهلال الأحمر بالمدينة. المزيد في التقرير. تعد الصحة النفسية جزءا لا يتجزأ من صحة الإنسان، وسعيا لتعزيز قيمة الصحة النفسية وحمايتها والوقاية من الاضطرابات النفسية في ظل الأوضاع الراهنة وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمصابين، نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع منظمة بلا حدود ببني وليد جلسة تدريبية بعنوان الاستجابة للصحة العقلية والدعم النفسي في ليبيا، بمشاركة جمع من منتسبي المنظمات الأهلية وفرع الهلال الأحمر بالمدينة.
الجلسة تناولت عدد من الجوانب، من بينها التعريف بالأمراض النفسية والعقلية وكيفية تقديم الاستشارات للأفراد الذين يعانون من أضرار نفسية جراء الأوضاع في البلاد. اليوم كنا في حضور الورشة التدريبية للدعم النفسي والصحة، اللي هو الدعم النفسي والصحة النفسية. جدت هذه المشاركة في ضمن مشروع السلام، اللي هو يهدف إلى دورات تدريبية في رفع من مستوى الشباب. وهذه الدورة أتت في هو رفع من المعاناة اللي هو من الشباب اللي متعرضين لحروب وكوارث التي صارت. وكانت الجلسة اللي هي على البرنامج القيم ومفهوم القيم الإنسانية برعاية اللي هي مشروع السلام. وتهدف الجلسة إلى تحسين قدرة مؤسسات المجتمع المدني والمختصين على تقديم الخدمات الاجتماعية والدعم النفسي للمتضررين بغية تطوير القيم الإنسانية الأساسية. تعزيز الصحة النفسية ودعمها من خلال وضع استراتيجية شاملة للدعم النفسي ووضع آليات للمواجهة وحماية الأفراد، كل ذلك كفيل بأن يجعلهم قادرين على التكيف النفسي والمجتمعي من خلال المواجهة الفاعلة والإسهام في تعزيز قدراتهم لتجاوز المشكلات. عقد الاجتماع الأول التمهيدي بالكلية الطبية بجامعة طبرق بحضور رئيس الجامعة حسن علي بالإضافة إلى عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس. وجاء الاجتماع لدراسة الاستراتيجية ومناقشة التعليم الطبي في ليبيا وتحسين وتطوير جودته بجميع الكليات الطبية ومخرجاتها. طبعا الاجتماع اليوم التمهيدي لكلية الطب بجامعة طبرق لدراسة ومناقشة الاستراتيجية القادمة للتعليم الطبي في ليبيا لتحسين وتطوير البحث العلمي الطبي بالكليات. وكان في هناك حوالي 4 محاور. المحور الاجتماع طبعا الأسباب التي أدت إلى تدهور التعليم الطبي في طبرق، النظم التعليمية والتدريبية الحالية، تفعيل وتشجيع البحث العلمي الطبي، التقييم المستمر الدائم وفقا للوائح والتشريعات في الكلية والجامعة. إلى بلدية سواني بن آدم ألقيت محاضرة توعوية لطلاب وطالبات مرحلة التعليم الثانوي بالبلدية حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية والمشاكل الاجتماعية. نعم ابتهالي، وذلك كجزء من المحاضرات التوعوية التي يقوم بها فريق الدعم النفسي الاجتماعي وبالتنسيق مع فرع الشؤون الاجتماعية ومراقبة التعليم في البلدية. كما تمت مناقشة كيفية التعامل مع الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي ودور الاختصاصيين الاجتماعيين في حل العديد من المشاكل بالتنسيق مع أولياء أمور الطلبة. اليوم تم بفضل الله وتوفيقه إعطاء محاضرة لنخبة من الطلبة والطالبات في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية لإعطاء صورة على بعض الظواهر الهدامة وبعض الأعمال قد تؤدي إلى عنف وضغط نفسي، وشارك بمشاركة مكتب الشؤون الاجتماعية فرع السواني. في بنغازي عقدت إدارة الدراسات العليا والتدريب جامعة بنغازي ورشة عمل بكلية العلوم بعنوان دور الدراسات العليا والبحث العلمي في تعزيز كفاءة التعليم العالي. تمحورت هذه الورشة التي عقدت برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول 3 مراحل رئيسية، أبرزها إقامة ورشات العمل وتفعيل دور الدراسات العليا في رفع كفاءة التعليم. هذا طبعا هو مشروع الحقيقة يعني على مستوى الدولة بشكل عام، ينقسم إلى 3 محاور. المحور الأول أو المرحلة الأولى إن صح التعبير، وهي أن يتم هناك إقامة ورش عمل ونقاش حول مجموعة كثيرة من العناصر فيما يتعلق بنواحي الدراسات العليا على مستوى الجامعات. ثم هناك المرحلة الثانية وهي على مستوى المنطقة. طبعا وزعت الدولة الليبية إلى 3 مناطق، ونحن في منطقتنا إن شاء الله تعالى سنلتئم في الأيام القليلة القادمة في المرحلة الثانية للنقاش على مستوى المنطقة. اليوم طبعا نحن معنيين بالمحور الثاني وهو دور الدراسات العليا في تفعيل ويعني تطور التعليم العالي. الكلية اليوم مشاركة قوية جدا في الندوة، يعني عندنا تقريبا 5 مشاركين في
في الورشة اليوم، وإن شاء الله تواصل الورش على هذا النحو لتطوير البحث العلمي في جامعة بنغازي وفي ليبيا بسرعة. والآن إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية، حيث أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم وتنمية المناطق التي تضخ أغلب إنتاج ليبيا النفطي من خلال استقطاع نسبة عن كل برميل نفط يباع. نعم ليلى، جاء ذلك خلال لقاء دبيبة وفدا يضم ممثلي قبائل وأعيان وعمداء بلديات منطقتي الهلال النفطي والواحات، والذي أكد خلاله أن حكومته ستعمل وفقا لبرنامج عودة الحياة، منبها إلى أن إعطاء الصلاحيات للبلديات هي أول خطوة في هذا الطريق. وصلت إلى مستودع سبها النفطي شحنات من الوقود قادمة من المستودع مسرط النفطي، هذا وتم تزويد المستودع بكمية من البنزين تقدر بمليونين وخمسة وثمانين ألف لتر، وكمية من وقود الديزل تقدر بثلاثمائة وستة وثمانين ألف لتر، وستتم المباشرة في توزيع على المحطات التابعة لشركات التوزيع بمناطق الجنوب. قام مدير مصلحة التسجيل العقاري بالمنطقة الجنوبية بزيارة تفقدية لفرع المصلحة ببلدية غات، واجتمع مع مدير الفرع بحضور عدد من الموظفين والعاملين. نعم هذا، وناقش الاجتماع الكثير من القضايا المتعلقة بالفرع وحلحلة بعض المعوقات ومحاولة إعادة تهيئة فرع المصلحة، كما تم التأكيد على وضع آلية لتدريب بعض العناصر الجديدة وطرح موضوع الأرشفة، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في حفظ المعلومات والبيانات. وجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال اجتماع عقده مع ذوي الاختصاص بالبدء في تنفيذ منظومة دعم إسناد المشروعات والمعوقات ومحاولة إعادة تهيئة فرع المصلحة، كما وإطلاقها بأقرب وقت ممكن. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. المشاريع الصغرى والمتوسطة جزء مهم في القطاع الاقتصادي، فهي بمثابة بنية تحتية تعمل على النهوض بهذا القطاع الذي من المهم أن يظل حيويا ومنتعشا لأطول فترة ممكنة بالرغم من كل الأزمات المتلاحقة في ليبيا. وعلى ضوء ذلك وجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال اجتماع عقده بمقر الوزارة ضم وكيلي الوزارة للشؤون التجارية والمناطق الحرة بحضور المديرين العامين ورؤساء الجهات المختصة بالبدء في تنفيذ منظومة دعم وإسناد المشروعات الصغرى والمتوسطة وإطلاقها في أقرب وقت ممكن، مشددا على منح الأولوية لمناطق الواحات وجالو وأوجلا وزلة ومناطق الجبل ويفرن وجادو ونالوت وكذلك الزنتان في دعم وتمويل المشروعات التي تعتمد على الموارد المحلية وتحقق التنمية المكانية وتوطين الصناعات والعمل من خلال الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومراكز وحاضنات الأعمال التابعة للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة في خلق فرص استثمار حقيقية بالمناطق التي تزخر بالموارد الطبيعية. وفي ذات الإطار أعلن الحويج عن مبادرة إنشاء بورصة المشروعات الصغرى والمتوسطة واعتماد إلزامية التصنيف الانتمائي لشركات التأمين والمشروعات الصغرى والمتوسطة، كما أشاد بالمبادرة المقدمة من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التي ستسهم في تنفيذ 100 مشروع خلال الفترة القريبة بمختلف المناطق، والتي ستدعم خطة تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل كبيرة. أقيمت في بلدية إدريب وادي الشاطئ احتفالية لتسليم صكوك الدفعة الأولى من منحة دعم الزواج لحوالي 300 من المسجلين في المنظومة. هذا وحضر التسليم عميد بلدية إدري وعدد من أعضاء المجلس البلدي وأهالي المستفيدين وعدد من الحكماء والأعيان بالمنطقة. من الجدير بالذكر أن الدفعة الثانية من الصكوك ستصل خلال الأيام القليلة القادمة. تم اليوم تسليم عدد من الصكوك المقدمة من صندوق دعم الجواز بلدية إدري الشاطي، وتم تسليم حوالي ما يقارب 300 صك لعدد من الجوازات والأجواز، وتمت الحضور هذا الحفل السيد عميد البلدية سيد إبراهيم وأعضاء من البلدية، وتمت تسليم مجموعة من الصكوك وجاري الآن سير التسهيل.
وصلت سفينة نقل الحبوب سيدوف إلى ميناء بنغازي وعلى متن 32 طنا من حبوب القمح والشعير، كما وصلت سفينة نقل الحاويات أتلانتيك نورث وعلى متنها 277 حاوية بضائع مختلفة، وسفينة نقل السيارات جراند نابولي وعلى متنها 1270 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية. ضمن برنامج أصوات حرة الذي انطلق من درنا الأيام الماضية واستمر لمدة أسبوع، انطلقت ورشة عمل من المدينة تحمل عنوان مفاهيم المواطنة وحرية التعبير. نعم، هذا وضمت الورشة عددا من النشطاء في المدن الليبية ضمن مشروع برعاية المنظمة الليبية للتنمية، وذلك في إطار الحد من خطاب الكراهية. ضمن برنامج أصوات حرة الذي انطلق من مدينة درنا الأيام الماضية والذي استمر لمدة أسبوع والذي يدور حول مفاهيم المواطنة وحرية التعبير، وضم عددا من النشطاء المدن الليبية لنشر الحث من خطاب الكراهية في كل مدينة ضمن مشروع ما سكتنيش برعاية المنظمة الليبية للتنمية. نشاطنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، افتتاح معرض دبي اكسبو 2020. بكم من جديد. أطلقت الأمم المتحدة خطة الاستجابة للطوارئ بقيمة 378 مليون دولار ونصف لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا في لبنان بهدف توفير المساعدات الضرورية المنقذة للحياة وخدمات الحماية على مدار 12 شهرا. نعم، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي من جهتها أوضحت أن الخطة تستهدف أكثر من 2 مليون لبناني ومهاجر من بين الفئة الأكثر ضعفا، وتدعمهم في قطاعات التعليم والأمن الغذائي والصحة والمياه وغيرها. افتتح أمس معرض دبي إكسبو 2020 تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، حيث ستعرض خلاله أكثر من 190 دولة ستعرض ثقافاتها وابتكاراتها داخل أجنحة على موقع مساحته 438 هكتارا. هذا ويمثل الحدث الممتد لستة أشهر بتكلفة 7 مليارات دولار أول حدث عربي، وتتمحور فكرته الأساسية حول تبادل الأفكار والاختراعات بين مختلف بلدان العالم. رئيس المكتب الدولي للمعارض ديمتري كريزنتيس قال إن معرض إكسبو 2020 لعب دورا حاسما في تعافي الاقتصاد العالمي، حيث عرف مشاركة دولية مميزة رغم ظروف كورونا. صرحت شركة الأدوية الأمريكية ميركانت كو أن حبوبها التجريبية لعلاج كوفيد 19 قللت من معدل دخول المستشفيات والوفيات إلى النصف لدى الأشخاص المصابين حديثا بالفيروس. وقالت الشركة أنها ستطلب قريبا من مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة وحول العالم التصريح باستخدامها، وإذا ما تمت الموافقة عليه فستكون حبوب دواء ميرك هي الأولى من هذا النوع ضد الفيروس، وهو تقدم كبير محتمل في الجهود المبذولة لمكافحة الجائحة. تشتهر ليبيا بأنواع قهوتها المميزة والمختلفة التي تجمع الشعب الليبي على منضدة واحدة صباحا ومساء، تجمع معها وجهات النظر وتقربها. نعم ابتهال، وبما أن العالم يحتفل اليوم الأول من أكتوبر باليوم العالمي للقهوة، نستعرض في التقرير التالي أهم المحطات في تاريخ القهوة الليبية. تقليد شرب القهوة في ليبيا
قديم بدأ منذ عقود بعيدة واستمر حتى الآن، فطرابلس كانت محطة رئيسية على طريق التجارة الآتية من الجزيرة العربية، ويقال أن المقاهي انتشرت كثيرا في ذلك الزمان، حتى أن شيخا لطرابلس اختار أحدها كمكتب له، واستمر هذا المكتب حتى أسس النظام البلدي وبنيت قاعة بلدية منفصلة، فانتقل الشيخ من مقهاه، ثم جاء الطليان واستقروا في البلاد، وتعرفت ليبيا على الإسبريسو، وهي البلد العربي الوحيد الذي تعرف على هذه الثقافة الجديدة للبن في تلك المرحلة. وكامتداد للدولة الإيطالية حينها، أصبحت المقاهي والقهوة جزءا أساسيا للحياة في ليبيا، وأصبح الشباب يتباهون بالعمل في قطاع الكافيين لأنهم فعلا يحبونه وليس لأجل المال فحسب. الليبيون يعرفون كيف تشرب القهوة، فهي من الثوابت الاجتماعية التي تجمع الليبيين مهما اختلفت وجهات نظرهم، وهي جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية، من مساعة شرقا وحتى راس جدير غربا، ومن الساحل شمالا حتى غات والكفر جنوبا. الأول من أكتوبر اليوم العالمي للقهوة، مناسبة للاحتفال بالقهوة العربية وبقهوة المكياطة وبالمكياطة القصيرة والنص نص والكريمة وزيادة حليب والمعدلة والخفيفة، والتي تشرب مرة في اليوم أو على مدار اليوم. العام الماضي فازت ليبيا بمسابقة اليوم العالمي للقهوة ضمن فاعليات مهرجان الثقافات والشعوب في دورته التاسعة في السعودية، كيف لا وهم أفضل من تجمع على منتضة القهوة لشرب قهوة المكينة قبل أن يبدأوا أيامهم، فلها مذاق خاص حسب قولهم. يحتفل العالم اليوم بالقهوة، ويقول الليبيون أنهم أحسن من صنع القهوة، وفي هذا لا جدال. إذا من هذا التقرير الرائع نختم النشرة وإلى العناوين. بمشاركة أممية وأمريكية لقاء تشاوري في الرباط بين اللجنتين وبالدولة حول قانون الانتخابات. مجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا وإجماع دولي في الجلسة على انتخابات ديسمبر. خلال لقاءاته في برلين لمنيف يتعهد بمتابعة العمل للوصول إلى الانتخابات. مع تواصل عملية الإنقاذ قبالة السواحل الليبية، مجلس الأمن يمدد مهمة اعتراض سفن تهريب المهاجرين. بذلك مشاهدينا نصل لختام النشرة الثامنة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني libyaschannel.com أو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء. إلى اللقاء.